السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، جيتكم فيديو جديد ونصيحة جديدة اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. النصيحة ديال اليوم كما وضح لكم على الفيديو وهي طريقتي كيفاش كننظم هاد الاسلاك الكهربائية وكيفاش كنرتبها بواحد الطريقة جيدة وما كتخليناش لي سباس وكنرتاحوا من هذيك الفوضى. الفوضى اللي كنعانيو منها، هاد الفوضى هذه ديال هاد الاسلاك هذه ما كتبقاش ان شاء الله. اننا كنبقاو نجبدوا شي واحد وكنبقاو نعانيو معاه وكنلقاو صعوبة باش اننا نفكوا هاد الخيوط. هذه ماشي طريقه صحيحه، هذه طريقه ان شاء الله نافعاني وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. فقط بالجوارب القدام، هاد الجوارب هادو ما تلوحوهمش، احتفظوا بهم وقطعوهم بالمقسم لتحت وديروا فيهم الاسلاك ديالكم كما واضح لكم على الفيديو بواحد الطريقه جيده كننظموهم. وكذلك هاد الخاوي ديال بابي كويزين حتى هو طريقه رائعه كما واضح لكم على الفيديو. تنظيم جيد انكم كتاخذوه وكتلويوه بحال هكا. انا نوريكم الطريقه كيفاش لاويه. ممكن ديروا سكوتش، ممكن ديروا باندا، ممكن ديروا لاستيك. المهم الا كنتو باغي تحتفظوا بهم كتستعملوهمش بزاف، راه واخا ديروا سكوتش كنتو كتستعملوهم ديروا باندا او لاستيك. رائع هاد الطريقه هذه وكتنظمهم لكم بواحد الطريقه جيده. واستعنوا كذلك اما بهاد الشبيكات هادو نظموا فيهم الاسلاك ديالكم، اولا كذلك علب مثلا هاد العلب هادو حطوا الاسلاك ديالكم لداخل وسدوا عليهم، راه حتى هاد العلب كيليقوا لهاد الاسلاك هادي. يعني طريقه جيده وعمليه. دابا غندوز معكم كيفاش كندير هاد الاسلاك هادي. غادي ناخذ مثلا هذا وغادي نشدوه وغادي نديروا ليه بهاد الشكل هذا، وغادي عاوتاني نتنيوه كذلك بهاد الشكل هذا، وغادي نتنيوه بهاد الشكل هذا. ممكن انكم تستعنوا بالسكوتش كما قلت لكم او ديروا او تستعملوا الباندات. نديروا ناخذوا الباندات بحال هكا ونديروا ليها بحال هكا، تنقبطوها مزيان. طريقه جيده وعمليه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اولا ممكن ديروا السكوتش وتلويو عليه وتقطعوا بالمقص. المهم هاد الطريقه هذيك هي اللي كندير انا في هاد الاسلاك هذه وكننظمها بهذا الشكل هذا. كنتمنى هاد الحصه ديال اليوم انها تنال الرضا ديالكم وانكم تستفدوا منها ولو بالقليل، وان شاء الله ما تبقاش عندكم الفوضى ديال هاد الاسلاك هذه الكهربائيه. ولا عجبتكم هذه الحصه ما تنساوش انكم ديروا لايك، تشتركوا معايا في القناه ديالي باش توصلوا بكل جديد. والى حصه قادمه ان شاء الله مع نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المشاهده.